السلام عليكم. لو تفتح برنامج البريكس كاد بيقول لك ان في اكتر من طريقه للشغل او في اكتر من بيئه للشغل. في ممكن تشتغل 2 دي درافت او 3 دي درافت او ميكانيكال ديزاين او بيم او ان انت تتحمل بريكس كاد شيب. فانا اقول له دلوقتي انا عايز اشتغل على 2 دي. ده برنامج سيرفر بنرجع بيه او البريكس كاد بدا يفتح. فافتح لك الشاشة هي اللي تخليك ترسم في ال 2 دي. هقول له نيو دروينج. هتلاقي الأمر بسيط جدا زي موضوع الأوتوكاد. هيبقى بتقول له أنا عايز أرسم مثلا على التوب، فتبدأ تبقى موجود على التوب. ممكن تقول له مثلا عايز أرسم لاين أول، ترسم أول نقطة وبعد كده ترسم دوس شيفت عشان تمشي رأسي وأفقي زي ما أنت عايز، او اف 8 عشان يخليك ترسم في الاتجاه الافقي الرأسي. ممكن تبدا تكتب مثلا الرقم اللي انت عايزه بالشكل دوت. ممكن تقول له انا عايز مثلا اعمل مالتي لاين اهوت، فبيبدا يسالك على السكيل والستايل والفلو وهكذا، فبتبدا ترسم زي ما انت شايف عامل زي فكرة الاوتوكيد. وبعد كده ممكن تقول له مثلا انا عايز ارسم شعاع او تديله نقطة وهو بقى ينطلق. الغي في 8 عشان ابقى حر في الحركة. هيعمل هنا سناب على النقطة ديت، شيفت ورايت كليك هيبدأ يجيب لك سناب تو اند بوينت او الميد بوينت او السنتر. ممكن بعد كده تقول له مثلا عايز ارسم بول لاين بالشكل دوت، فبيبدأ يرسم لك لاين بس بيكمل معاك مش بيقف. ولما بتخرج من الامر بتلاقي كله كتلة واحدة تقدر تعمل عليه سيلكت. ممكن تقول له انا عايز اعمل سيلكت على السيجمنت. ممكن تقول له باللاين تقول له انا عايز ارسم اي شكل من الاشكال ديت، مثلا اس بي لاين او النقطة بتاع النقطة، ويديك بقى ايه ان انت تعملها على الكيرف بالشكل دوت. ممكن تقول له انا عايز ارسم ارك، فمديك امكانيات كتير ان انت ترسم ارك من خلال مثلا 3 نقط، اول نقطة تاني نقطة وتالت نقطة بالشكل ده. ممكن تقول له انا عايز ارسم من الستارت سنتر ان، يبقى دي اول نقطة ودي سنتر وده الاند بتاعي. ممكن اقول له ان انا عايز ارسم السيركل من خلال السنتر اهوت، وبعد كده بحدد الراديوس. ممكن تكتبها لو انت حابب، وعندك الاختيارات موجودة. ممكن تشوف ايه الحجر في الكابيتال وتبدأ تختار. ممكن تقول له مثلا هديك 3 نقط عشان ترسم الدايرة، اول نقطة تاني نقطة تالت نقطة. هتلاقي عندك تقدر ترسم ريكتانجل وبولوجن وزي ما انت عايز الاشكال اللي انت عايزها. ادير السنتر وابدأ ارسم اللي انا عايزه. ممكن تقول له بقى انا عايز ارسم هنا مثلا اليبس، فبيقول لي اند اوف اليبس بالشكل ده. زي ما انت شايف لو انت متعود تستخدم الاوتوكاد هتلاقي الاوامر تقريبا هي هي. يعني مثلا هتلاقي عندك الموديفاي هنا، ممكن كوبي، هتلاقي كوبي اهوت، تحدد اول نقطة وتحدد النقطة اللي انت عايز تنقل فيها بالشكل دوت. ولما تخلص ممكن تدوس كانسل او ممكن تقول له اري. فانت عايز تكرر كم مرة؟ مثلا 5 مرات. يبدأ يعمله لك بـ5 مرات بالشكل دوت.